إن شاء الله راح نتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو التطور النفسي مع تقدم العمر عند كبار السن، والتغيرات الفسيولوجية والبيولوجية وعلاقتها بالتطور النفسي والمتغيرات النفسية في هذا العمر الكبير. طبعا يتأثر بعض المسنين بالانسحاب من الحياة الاجتماعية، ولذلك فيجب يعني الاندماج في الحياة الاجتماعية واكتساب مهارات جديدة وتكوين صداقات، والذهاب أيضا في رحلات من أجل يعني مواكبة هذه المرحلة بنجاح. أيضا يجب اختيار الأنشطة المناسبة والتأقلم مع ظروف المرحلة الجديدة بما يناسب يعني قدرات كل شخص. أيضا من الضروري الاهتمام في هذا الموضوع وعدم تدمير نفسية كبير السن أبدا، ومحاولة تحمله، وأيضا مساعدته يعني المراعاة الكاملة والشاملة للصحة النفسية لكبار السن، لأن في هذا العمر تزيد عندهم الحساسية والضعف النفسي والجسمي في الشخصية، وأيضا الضعف في بشكل عام بسبب الأمراض الموجودة في الجسم. ويلزم على إذا كان عندك شخص مثلا كبير سن، من الضروري محاولة فهمه والوقوف معه، ومحاولة يعني ترميم باقي نقاط الضعف الموجودة في شخصيته وحياته بشكل عام، ومحاولة يعني استكمال بعض النقاط المهمة المحتاجة الذي يحتاجها كبير السن، مثل إذا كان محتاج بعض المال ممكن تساعده، وإذا كنت يعني ميسور الحال، إذا كان يعني محتاج مثلا بعض العلاجات المهمة ولا يستطيع الذهاب إلى مثلا الصيدلية أو المستشفى لأخذها، من الضروري استشارة الطبيب قبل أخذ أي علاج في هذا الموضوع. أيضا من الضروري إذا كان يعاني من السكر أخذ الجرعة المناسبة ودعمه من جميع النواحي، ليس فقط نفسيا. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.